بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. نص الأول من حلقتنا بتبقى مجموعة من الأخبار، والحقيقة النهاردة عندنا يعني مجموعة من الأخبار اللي حصلت ما بين الحلقتين، يمكن من يوم الحد اللي فات الأربع في مباراة اتلعبت وأحداث حصلت على المستوى المحلي وأيضا داخل النادي الأهلي. الفقرة الحوارية بتاعتنا بتبقى النص الثاني، النهاردة إن شاء الله هيكون معانا الناقد الرياضي الأستاذ شادي نبيل. من وقت للتاني زي ما عودناكم محتاجين نشوف الرياضة يعني برؤية، مش يعني رؤية النقاد الرياضيين، لأن طبعا النقاد بيكون ليهم رؤية ومتابعين كمان عن كثب كل الأحداث وبيكونوا في قلب الأحداث بشكل كبير، فمحتاجين نعرف طبعا من الأستاذ شادي نبيل أحد النقاد الرياضيين المهتم بالألعاب الأخرى، وهنسأله عن كل المنتخب مصر كرة اليد اللي النهارده هيلاعب السويد إن شاء الله فور الانتهاء من الحلقة الساعة 9:30 على طول. هنتكلم معاه عن الألعاب جوه النادي الأهلي والمنافسات الدوري على كل صعيد، وهنتكلم معاه عن كل شيء يخص الألعاب الأخرى محتاجين يناقشه. ولو الحقيقة يعني اي يعني مش لازم يكون راينا هو الراي اللي جوه النادي الاهلي، لا، من حقنا نعرف الراي يكون ايه والدنيا يكون ايه ونعرف كل حاجه تخص الرياضه والالعاب الاخرى. هنروح لاخبارنا، هنبتدي بخبرنا الاول وهو زي ما قلت لحضراتكم مباراه مصر مع السويد. للاسف احنا خسرنا من الدنمارك اول امس واتحطينا في عقبه السويد، وخلاص بقى امر واقع، هنلاعب النهارده السويد في دور الثمانيه ان شاء الله الساعه 9:30. سداسي الاهلي بيقود اكيد منافسات النهارده، ونتمنى لفريق كره اليد يتخطى السويد، لانه خلاص يعني انا شايف انه كان لازم نكسب يد الدنمارك يا نكسب السويد، لازم تكسب ماتش من الاثنين. خلاص انت خسرت من الدنمارك، اتحطيت قدام السويد، الموضوع مش صعب. دايما لعيبه او فريق منتخب مصر كره اليد دايما بيلعبوا برجوله وباداء جيد. ننتظر النهارده المباراه، زي ما قلت لحضراتكم المباراه ان شاء الله هتبقى في تمام الساعه 9:30. وطبعا يعني لعيبه النادي الاهلي عبد الرحمن حميد واحمد خيري ومحسن رمضان ومهاب سعيد وابراهيم المصري واحمد عادل الحقيقه مدين اداء كويس جدا. انا برضو بس يعني مش عايز يعني اتكلم كتير ولا عن مباراه الدنمارك، طبعا علي زين لاعب نادي الاهلي السابق، مش عايز اتكلم كتير عن مباراه الدنمارك والسويد غير في وجود طبعا يعني الزميل العزيز الناقد الرياضي استاذ شادي نبيل، هنتكلم اكتر. فيمكن هو بس الخبر ان احنا قلنا لحضراتكم مباراه 9:30 بعد الحلقه مباشره. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر ويبقى عامل مفاجاه، وان شاء الله نتاهل لدور قبل النهائي بصرف النظر يعني هنلاعب مين، بس نوصل دور قبل النهائي باذن الله. هنروح لكره اليد سيدات داخل النادي الاهلي. الفرقه بتلعب بطولتين، بطوله القاهره بتلعب ليها مباريات كل اسبوع، وايضا بتلعب مباريات في الدوري العام. الفريق كان بيلاعب البنك الاهلي مباراه امبارح في بطوله القاهره، واستطاعوا ان هم يفوزوا بفرق كبير 36-17، والمباراه اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي في الجزيره. فرقتنا في نفس البطوله فازت ماتشين، فازت على الزهور والطيران في بطوله القاهره، انما في الدوري الموضوع مختلف. زي ما حضراتكم عرفتوا في الدوري كان عندنا 18 فرقه وتم تصعيد منهم خمس فرق بس. مين هم؟ سبورتنج سموحه، الشمس، الزمالك، الطيران، سته، انا اسف، سبورتنج سموحه، الشمس، الزمالك، الطيران، والاهلي، يعني خمسه غير الاهلي. هنلعب معاهم رايح جاي، وبعد كده هيبقى ياخدوا اول اربعه يطلعوا يلعبوا دوره مجمعه يحدد فيها البطل، ولكن انت طالع بنقاط، هتطلع بنقاط، الاول ياخد كذا والتاني ياخد كذا، يعني انت الماتشات اللي جايه برضو ماتشات مهمة. خلاص انت الدور اللي فات عشان تتأهل خلص، الدور ده او الماتشات اللي رايح جاي هتتأهل للدورة المجمعة الأخيرة بنقاط، مش عارف الأول هياخد نقطتين التاني او الأول هياخد نقطة ونص، ونقطتين، نقطة ونص، نقطة، وبعد كده نص نقطة، هيبقى فرق نص. هتقولي نص نقطة تفرق؟ بتفرق، يعني ممكن توصل لماتش يقول لك لو اتعادلت او كسبت تاخد البطولة، لو خسرت لازم يعني بيبقى ليها النص نقطة دي بتيجي في الآخر وبتفرق جدا. فاذا احنا عندنا ان شاء الله في بطوله القاهره نتمنى التوفيق لفريق كره اليد سيدات، وايضا في بطوله الدوري عندهم بطولتين مهمين جدا، وبعد كده هنشوف بقى موضوع الكاس ايه، ونتمنى ان شاء الله عوده الدوري والكاس السنه دي باذن الله لهذا الفريق. الحقيقه اكبر فرقه في مصر كره يد سيدات حاصله على بطولات محليه هذا الفريق، ولكن هو كان بيمر بتغيير جيل وبيمر ايضا باصابات وتغيير يعني لعيبه وتغيير جهاز فني، يعني الموضوع كان في هزه شويه، ولكن كلنا ثقه في اللاعبات ان شاء الله يعني يقدروا يرجعوا لنا الدوري والكاس السنه دي باذن الله. هنروح لكره السله، ما شاء الله ماشيين بشكل كويس جدا.
كان عندهم مباراه اول امبارح مع نادي طلائع الجيش في منشيه البكري، واستطاع النادي الاهلي بقياده مستر اجوستي بوش ان هو يفوز 83-67 في مباراه الحقيقه اديناها بشكل جيد جدا. بالمناسبه نادي الجيش عامل شغل كويس، يعني الماتش ده يعني خلص بفرق سكور 15 نقطه او 16 نقطه، ولكن فريق الجيش كسب الجزيره. يعني انا اتصور ان الجيش دلوقتي الثالث او الرابع، كمان الرابع انا اسف بعد الزمالك. طلائع الجيش هو الرابع، الاول الاهلي، اتحاد، زمالك، طلائع الجيش. طبعا احنا طلائع الجيش بقياده الكابتن اشرف توفيق ابن النادي الاهلي. بس يعني عايز اتكلم شويه يمكن مباراه طلائع الجيش. مستر اجوستي بوش ادى يعني وقت اطول للعيبه الناشئين، وادى المؤمن وقت اطول، ادى لعبد الله ناصر اللي عمل ماتش كويس وقت اطول، ادى لعمرو زهران ما بيعتبرش ناشئ بس بتكلم على لعيبه صغيرين، ادى وقت اطول، ادى لمهيب. مهيب ما لعبش كان ماتش الاتحاد، ولكن ادى لمهيب، وبالمناسبه مهيب طلع هداف البطوله او هداف الماتش، انا اسف، بتفرق برصيد 19 نقطه. يعني مهيب ما لعبش ماتش الاتحاد، وده يعني ده مستر اجوستي بوش، ما فيش حد بيسيبه يروح منه. في اوقات في الباسكت بتبقى انت عندك لعيب ما لعبش ماتش، فتيجي بص تلاقيه بدا يعني اللعيب يتقوقع ويحس انه ماليش دور فيبعد عنك، تيجي تدور عليه ما تلاقيهوش. مستر اجوستي ما بيعملش كده، ما فيش لعيب بيبعد عنه. كل ما يعني مهيب مديله وقت كبير جدا في المباراه، وبقول لكم حاطط 19 نقطه. كريم حاتم نفس الكلام، انا كريم حاتم حتى الان انا بقول لكم الولد ده عنده 18 سنه باذن الله هو صانع العاب النادي الاهلي ل 10 15 سنه قدام. انا عندي ثقه جدا كبيره جدا في الولد ده، يعني اتخلق عشان يكون صانع العاب. هو طبيعي جسمه بفكره بشخصيته، يمكن ماتش الاتحاد كان ماتش كبير وهو عنده احسن من كده، ولكن مستر اجوستي واثق فيه جدا، وانا الحقيقه شايف ان الثقه دي في محلها. الولد لعب كاس عالم ولعب افريقيا وكان من احسن صناع الالعاب في افريقيا في سنه، فالولد ده محتاج وقت. اللي عايز اقوله ان مستر اجوستي بيقود المجموعه حتى الان الحمد لله بشكل جيد جدا، وكان اخرهم مباراه الاتحاد ثم طلائع الجيش. عندنا مباراه قادمه وبعد كده الدوري هيقف، الدوري هيقف، عندنا مباراه القادمه مع البنك الاهلي، والدوري بعد كده هيتوقف عشان المنتخب رايح يلعب الويندو في اسكندريه، هتتلعب في شطبي في صاله الاتحاد الاسكندري، ومهمه جدا، انت يكفيك فوز مباراه واحده من اصل ثلاثه حتى تتاهل لكاس العالم، وده حلم كبير جدا لينا. وان شاء الله الاهم كمان من كاس العالم ان احنا نروح نعمل نتيجه. يعني انا افتكر في سنه من السنين لبنان كسبت فرنسا، فرنسا بلعيبه الام بي اي كان باركر بيلعب واللعيبه دي كلها كانت بتلعب، ولبنان كسبتهم. عايزين نعمل حاجه زي كده، يعني محتاجين في كاس العالم، وعندنا جيل يقدر اعداد يبقى كويس، ممكن نروح يعني نتاهل للدور الثاني، ليه لا؟ ليه ما نحلمش؟ يعني قصدي اقول ان احنا محتاجين بقى يبقى لينا تواجد، لان ماتش واحد او تطلع في الدور اللي بعد كده هيحط مصر في رانكينج احسن، هيبقى العالم كله هيقول لك لا ده مصر رجعت تاني زي ما الالعاب التانيه بتعمل، زي ما اليد عامل. فانت محتاج تادي اداء كويس في كاس العالم، لان انت بالاخص انت عندك اجانب، عندك محترفين. يعني النهارده اتحاد السله اعلن ان عاصم مرعي جاي يوم 20 فبراير عشان ينضم لمنتخب مصر قبل الويندو، لان انتوا عارفين طبعا هو محترف بالخارج في كوريا الجنوبيه، وهيجي طبعا رحله طويله، بس ده يدللك قد ايه. يعني مرعي عاصم ما كانش بيجي قبل كده لظروف معينه وكانت بتمنعه انه يجي، ولكن شوف يعني هو جاي النهارده وهيجي قبل البطوله بثلاث اربع يمكن اسبوع كمان، فهو جاي وسايب فرقته هناك، لان مفيش زي اليد توقف دولي، مفيش زي اليد توقف دولي. اليد بيوقف دوليا عشان اللعيبه كلها ترجع لمنتخباتها، الباسكت الفيفا ما بيعملش كده. فهو سايب فرقته وجاي هيلعب مع المنتخب، كل ده بيدللك ان اللعيبه عندها اصرار وعندها عزيمه انها تطلع كاس عالم. وربنا يستر على لعبتنا، يعني دايما بيبقى ماتشات افريقيا بتبقى اللود عالي جدا، بتلعب ثلاث مباريات ورا بعض، بيبقى الواحد قلقان على اللعيبه ان اللعيب يتصاب، مش بس لعيبه النادي الاهلي، كل لعيبه مصر. ربنا يكرم يعدوا على خير، ما يبقاش في اصابه لحد، لان الماتشات بتبقى مكثفه. انت هتلاعب ثلاث ماتشات، هتلاعب تونس وهتلاعب جنوب السودان اللي هي اوريدي خلاص حجزت مقعدها من الفتره اللي فاتت، وهتلاعب كمان الكاميرون اللي هي غالبا هتيجي يعني ملهاش امل وملهاش حظوظ، فتبقى زي ما بيقولوا بلغه البوكس راميه الفوطه، يعني ما هياش يعني عايزه اي امال او اي طموحات انها تتاهل. طيب انت بتنافس مين في مجموعه او الويندو الاخيره؟ بتنافس السنغال. السنغال على فكره كانت في مجموعتك وطلعت تاني، ولكن بتلعب نفس الفرقه اللي انت بتلعبها، يعني السنغال هتلاعب تونس وهتلاعب جنوب السودان وهتلاعب الكاميرون. وبالمناسبه السنغال المجمعه اللي فاتت او الدوره اللي فاتت او الويندو اللي فاتت اللي كانت في تونس كسبت الثلاث ماتشات، احنا خسرنا ماتش من جنوب السودان.
السنغال كسبت 3 ماتشات، هي حتى لو جت هنا وكسبت 3 ماتشات انت يكفيك تكسب ماتشين، انت مش هتلاعب السنغال بس يكفيك تكسب ماتشين، الكاميرون ويكسب تونس، الكاميرون ويكسب جنوب السودان هتتأهل برضه. انما يعني لا قدر الله كسبنا مباراه واحده ممكن تخش في حسابات معينه مع السنغال، بس برضه حتى لو كسبت مباراه واحده وتساويت في النقاط مع السنغال المواجهات المباشره فرق الاسكور لصالحك، انت كسبتهم هنا فرق حاجه 20 نقطه وكسبت منهم هناك في داكار في السنغال فرق باسكت باين ولا بوند، فحتى لو تساويت في النقاط مع السنغال لا، وحتى يعني بفرضا ان انت السنغال يعني سبقتك بالنقاط انت هتخش احسن ثالث، يعني انت كده كده حظوظك الحمد لله كبيره جدا ان انت توصل كاس عالم، وان شاء الله نحتفل باذن الله مع منتخب مصر بالصعود لكاس العالم، يمكن ما طلعناش من 2014 على ما اتذكر، دي كانت اخر مره منتخب مصر لعب كاس العالم وللاسف راح وطلع من اول دور، ولكن اتمنى ان شاء الله الكاس العالم ده يبقى لنا تواجد قوي خاصه المنتخب شكله كويس. طيب هنروح لكرة السلة سيدات، الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني لمنتخب مصر سيدات خلاص عمل كول أو استدعى لكل لاعبات منتخب مصر استعدادا لتصفيات، دي طبعا صورة اللاعبات أو كابتن إيهاب الألفي المدير الفني لاعبنا لاعب النادي الأهلي السابق مدير فني منتخب مصر السيدات واللي بيستعد لتصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا أمم أفريقيا، وفي 7 لاعبات من النادي الأهلي تم استدعائهم على المنتخب، ثريا محمد وجنى الالفي وحبيبه بيكو ورنيم الجداوي ومرال اشرف ونادين السلعاوي ونهى شتا، 7 دول من اصل 20 لاعبه تم استدعائهم لمنتخب مصر، اتصور ان 6 من دول هيكونوا جوه. 5 6 خليكم فاكرين كلمتي دي انا مش هقول اسامي. بس 5 6 من لعيبه النادي الاهلي اللي هو نص قوام المنتخب لان قوام المنتخب يبقى 12 لاعبه هم دول اللي هيكونوا بشكل كبير هيكونوا متاهلين. طيب ايه قصه المنطقه الخامسه دي عشان اشرح للساده المشاهدين الموضوع ماشي ازاي، قبل ما اخش بس في المنطقه الخامسه الفرقه هتتجمع في مجمع الدكتور حسن مصطفى وهيتمرنوا هناك حاجه، مجمع الدكتور حسن مصطفى الحقيقه هيفتح النفس على التمرين، صاله حلوه يعني صاله جميله تفتح النفس في الماتشات والتمارين. طيب البطوله هتتلعب في اوغندا في الفتره من 14 19 فبراير اللي جاي. طب ايه قصه المنطقه الخامسه؟ في افريقيا او في كل الالعاب احنا بنصفي في افريقيا، فافريقيا متقسمه زونز او مناطق، فالمنطقة الخامسة هي منطقة منابع النيل، هتلاقيك مصر والسودان وجنوب السودان وعندك أوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا، يعني أنا بفتكر لأن كان في فرق ما بتجيش، كان في منتخبات ما بتجيش. طيب كان زمان أيام أنا بلعب الكلام ده مش من بعيد قوي، يعني نقول مثلا من 2016 15 14 13 يعني وأنت نازل كده، كان اللي بينافسنا في المنطقة دي كينيا بس، وكنا بنروح يعني في الرجال، انا بتكلم في الرجال، كنا بنروح 40 بونت في مجمع كازراني اللي هو اللي كان في نيروبي، كنا نروح نكسبهم 30 بونت، كنا رايحين نيروبي كده نتفسح، ما كناش كان تصفيات المنطقه الخامسه في الرجال كانت سهله جدا. دلوقتي طبعا دخل معانا جنوب السودان وما ادراك ما جنوب السودان، ودخل معانا دلوقتي رواندا في الرجال، فبقت تصفيات المنطقه الخامسه اصعب من تصفيات كاس العالم. والله زي ما بقول كده. طب هنروح للسيدات، السيدات من اول ما زون 5 اتنشأت كينيا جامده جدا. كينيا في البنات في كرة السلة قوية جدا، بس احنا يعني بنقدر يعني المرتين اللي فاتوا دول او البطولتين اللي فاتوا نوعا ما بنمشي ونقدر نكسب. فالمجموعة دي او مجموعة زون 5 هتلاقي فيها مصر وكينيا بالنسبة للسيدات. طيب كان زمان الماتشات او زون 5 كان غالبا بتتعمل في كينيا. بعد التطور اللي حصل لدول منابع النيل وكان اهمهم طبعا رواندا اللي حصل فيها طفره كبيره في كل شيء الحقيقه مش في الرياضه بس، رواندا بقت من الدول البروميسنج جدا على مستوى العالم فبدات تستضيف تصفيات، كينيا برضو، مصر النهارده بقت اوغندا بقى عندها ملعب حلو وبدات تستضيف زون 5. فهي زون 5 بالنسبه للرجال والسيدات مش موضوع سهل، كان زمان بيتاهل اول زون 5، بعد ما زون 5 حصل فيه الطفره دي بقى بياخد اول وتاني، ده بالنسبه للرجال والسيدات بعد الطفره الكبيره اللي حصل. فحصل طبعا طفره كبيره جدا للموضوع ده وكزون 5 في الباسكت نفس الكلام، بس كره اليد احنا الحقيقه مش الموضوع بالنسبه لنا ما بيبقاش فيه تصفيات لان كره اليد عمدا بالنسبه للرجال والسيدات مصر رانك بتاعها كويس فبتتاهل على بطوله افريقيا على طول، ما بتحتاجش زي السله ماتشات تصفيات، لا ما فيش كده،
والطايره فيها زون 5، فيها تصفيات بتبقى بزون 5، وبرده نفس الكلام بيصطدموا بكينيا، بس الموضوع في طايره، في الطايره بيبقى اسهل. طيب نطلع لفاصل يا جماعه، بتهيالي قبل الخبر ده. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل، يمكن عندنا باقي من الاخبار مع الكره الطائره، وايضا اخبار كثيره محليه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده كان في الكره الطائره رجال بتلعب مباراه مهمه مع سموحه، وخلصت يمكن من ساعتين ثلاثه، والحمد لله النادي الاهلي فاز 3-1 على سموحه. طبعا المباريات دي بتيجي في الدوري، يعني انتوا عارفين الدوري انت بتطلع من مرحله لمرحله في الكره الطائره رجال. الحمد لله فزنا النهارده 3-1. نتيجه الاصوات جاءت كالاتي: 25-17، 25-12، 20-25 و25-22. المباراه طبعا اتلعبت على الصاله رقم 4 في استاد القاهره، والفوز ده الرابع للاهلي على التوالي في المرحله دي. الفوز كان قبل كده على سبورتنج والطيران واتحاد اسكندري وسموحه، وده الفوز الرابع بفضل الله. والاهلي في الماتش اللي جاي لعب بتروجيت النهارده، او احنا بنكلمكم الزمالك بيلعب بتروجيت، ويعني غالبا الزمالك كسب 3-0. انا كنت قبل ما اخش الهوا كنت بشوف لقطات من المباراه. احنا الماتش الجاي عندنا بتروجيت، يعني قصدي اقول لكم انه كل ما تطلع ليفل اعلى في الدوري هتلاقي الماتشات بتصعب اكتر لغايه ما توصل لادوار الاقصائيه. فالحقيقه هو نظام جديد يمكن تاني سنه يتطبق في دوري كره الطائره، بس شايف انه كويس بامانه، حق يقال. كل ما تلعب ماتشات كتير وكل ما تلاقي الفرق بتقرب من بعض اكتر في المنافسه، بيبقى اكيد ده ليه مردود كويس جدا على منتخب مصر. طيب هنروح لألعاب القوه. انتوا عارفين عندنا لاعبه في النادي الاهلي في الوثب الطويل اسمها اسراء عويس، وكانت ضيفتنا في حلقه من الحلقات في الفتره اللي فاتت. اسراء من اللاعبات المميزات جدا، وسافرت مع منتخب مصر عشان تعمل معسكر في 3 أو 4 بلدان. يمكن المفروض هتعمل في 3 دول ورا بعض: فرنسا، المانيا، صربيا. بتلعب دلوقتي او لعبت خلاص ملتقى نانت الدولي في فرنسا. في خبر سعيد، اسراء عويس نجحت انها تاخد ذهبيه الوثب الطويل، ودي حاجه لاول مره اسراء تعملها. وطبعا الملتقى ده من ضمن خطه الاعداد والمعسكر التدريبي زي ما وضحت لحضراتكم، استعداد طبعا لبطوله العالم اللي جايه باذن الله. وكان مع اسراء مين مدربها؟ مدربها كابتن هشام علي حسن. كابتن هشام علي حسن، واللي كان سبب في فوزها بفضيه دوره العاب البحر المتوسط بالجزائر، واللي كانت في شهر 7 اللي فات، فاكرينها طبعا حضراتكم. طبعا اسراء احنا بنتكلم عندنا بطوله في المانيا وبطوله في صربيا وبطوله عالم 100%. وانا مغمض كده هتلاقي اللي رايحين بطوله عالم هتلاقيهم في 3 بطولات دول، يعني الذهب اللي خدتها اسراء ده مؤشر جيد. ايوه زي ما بقول لكم كده، لان هي هتلاقي ابطال العالم اللي رايحين معاها بطوله العالم بيستعدوا زيها. ما انت تقرا من الخبر اللي انت يعني يمكن ما شفناش احنا البطوله، بس تقرا الخبر في بطوله عالم جايه، ودول 3 بطولات ورا بعض. فين انت بتتكلم؟ فرنسا، المانيا، صربيا، كلهم بتروحهم بالقطر. ف100% هتلاقي اللعيبه دي كلهم من هنا، واخدين بعضهم رايحين هنا، واخدين بعضهم رايحين هنا. فنكون ان تاخد اسراء ذهب مع اللي رايحين مع بطوله عالم، لا احنا ماشيين كويس. واسراء كده بالشكل ده ان شاء الله ربنا يكرمها ويحفظها من الاصابات يا رب. ربنا يحفظها من الاصابات. لا لو فضلنا بالشكل ده كده احنا ممكن ننافس في باريس 2024 على ميداليه. فربنا يوفقك يا اسراء، وهنتابعك الفتره اللي جايه ان شاء الله، وكلنا ثقه طبعا في ادائك وثقه في كابتن هشام طبعا مدربك انها تعمله افضل حاجه ان شاء الله ليكي ولبلدك باذن الله. هنروح للكاراتيه، وزي ما حضراتكم عارفين ان الكاراتيه في مصر لعبه اصبحت لعبه شعبيه، كل النجمات والنجوم بتوعنا سواء ابطال عالم او ابطال اولمبيين اصبحوا معروفين بالاسم. عندنا 61 دوله هتشارك في بطوله البريمير ليج اللي هتتلعب في القاهره. اعلن مسؤول الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسه الكابتن محمد الدهراوي مشاركة 61 دولة في بطولة الدوري العام للكاراتيه البريمير ليج، واللي هتتلعب على صالة المغطاة باستاد القاهرة في الفترة من 27 ولحد 29 يناير اللي احنا فيه، 3 أيام، 27 28 29. البطولة هيشارك فيها بقى اسم عدد اللاعبين كده 431 لاعب ولاعبة. هنا مصر لما بتقول انا هنظم بطولة بتلاقي الكل جاي، مفيش حد بيعتذر، لانهم عندهم ثقة كويسة جدا ان مصر زي ما حضراتكم شايفين اهو الاستاد والاستعدادات حاجة يعني عظمة على عظمة. وده عدد كبير من اللعيبه، خصوصا طبعا 431 ده عدد كبير، ان دول يعني البطولات دي بتتعمل كل فتره في دوله، يعني هي بتبقى سلسله.
فالنهارده كله جاي عشان يعني يحصد ميداليه او يعلي نفسه في الرانك، فهتلاقي عشان كده جاي لك 431 لعيب من 61 دوله. البطولة طبعا بتعود لمصر بعد غياب سنة، لأن مصر استضافتها قبل كده في 2021 زي ما قلت لحضراتكم، نجحت نجاح كبير جدا ومنتخباتنا أو لاعبتنا فازوا بخمس ميداليات ذهبية. أما في 2022 فاستضفنا بطولة الدرجة الأولى اللي هي A سيريس، يعني أو السلسلة من فئة A، استضفناها برضو في مصر في 2022. نتمنى كل التوفيق أكيد للاعبتنا في الكاراتيه، وزي ما قلت لحضراتكم هي لعبه خلاص بقت الناس كلها متابعاها، ولعبه مش مكلفه، ولعبه بتنمي شخصيه اللاعب، فاكيد ليها مريدين كتير واكيد ليها جمهور كتير. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل نستقبل الناقد الرياضي الاستاذ شادي نبيل، هنتكلم معاه عن كل حاجه على الساحه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بالاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي اللي منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا استاذ شادي. اهلا بحضرتك كابتن عيسى، منورنا، وان شاء الله تبقى حلقه جميله ونتكلم عن كل ما يخص الالعاب ان شاء الله. انا سعيد بوجودي مع حضرتك. منورنا يا استاذ شادي. طب نبتدي بالمنتخب، طبعا منتخب كره اليد وحديث الساعه، ويمكن احنا بعد يمكن ساعه من دلوقتي بالظبط هتنطلق مباراته مع السويد. طبعا انا مش عايز ارجع لورا، بس هناخد مباراه الدنمارك كده لان الناس اتصدمت بصراحه. ايه اللي حصل في ماتش الدنمارك؟ هو السبب الصدمة ارتفاع الطموح مع المنتخب، منتخب الوطني للهاندبول، طموح الجماهير المتابعة للعبة مش عايزانا نخسر خالص. بمعنى احنا لو كنا بنلاعب مباراة كرواتيا كانت سبب من اسباب زيادة الطموح. انت كسبان كرواتيا فرق 9، ماتش كويس جدا، كرواتيا تعادلت مع الدنمارك، هي دي. فسبب الاداء في بدايه اول 10 دقائق في ماتش الدنمارك، بس خليني اقول لك ان الطموح ده كان ليه اسبابه، انت قلتها، برافو عليك. يعني احنا طموحنا عالي كجمهور ومحبين للفريق ومنتخب مصر، عالي نتيجه ادائهم مش نتيجه ان احنا لا، هم اللي ادونا الطموح ده. طبعا متفقين على ده، وبصوره تدريجيه ابتداء من 2019 بعد العوده من يعني العوده للدخول بقى للدور ربع النهائي بمرور ب 2021 بطوله العالم طوكيو في الاولمبيكس، فالنتيجه متراكمه. صحيح. بلس النتائج اللي بيحققها منتخبات الشباب والناشئين. برافو. انت بطل عالم ناشئين، ثالث شباب، فبالتالي اول افريقيا في منتخب الشباب، هو رايح وهيعمل نتيجه، هيعمل نتيجه للمنتخب ده شكله. وكمان النقطه اللي حضرتك لما بتكسب خلاص، الاول كنت يعني عايز توصل لتونس، بقيت بتكسب بطوله افريقيا باقل مجهود. صحيح. فبالتالي الطموحات زادت. اللي حصل في ماتش الدنمارك بس يعني راجع لعده اسباب. طبعا منتخب الدنمارك منتخب قوي جدا. الناس بتقيس ما بين اللي حصل في مباراة ربع نهائي 2021 والأداء للمنتخب المصري في البطولة أو في مباراة المجموعة أو الدور الرئيسي. منتخب الدنمارك هو بطل العالم آخر نسختين. ما بتلعب جول لاندين، حاجة أخطبوط بالظبط، ميكا هانسن، كل التيم. فبالتالي أنت في الماتشات دي ما ينفعش تبقى داخل لسه بتستكشف الماتش. لازم تبقى داخل مركز 100% من الدقيقة الأولى. اللي حصل اللي احنا كانت الكرة معانا في أول هجمتين ما عرفناش نسجل، اتردد علينا. كريم كان التركيز قليل شوية، فحصل جاب. النتيجة ابتدت الفرق يزيد، أنت بتحاول ترجع، برندو ابتدى ياخد تايم أوت في تايم أوت. خلصنا الشوط الأول فرق 4. بس أنا عايز أقف مع حضرتك شوية في الشوط الأول، يمكن أول 10 دقايق أو هو ملاحظة كانت موجودة واستمرت الماتش كله. يعني احنا في الهجوم بنجيب جون بصعوبه، طب ما بيدافعوا جامد جدا وهم بيردوا بسهوله، وتلاقي الجون عندهم بيجي في 5 6 ثواني يكونوا جايبين هدف. هو ده يعني انا كنت حاسس ان احنا دفاعنا راجع متقهقر ورا، بالرغم ان احنا لو قلت اجسام احنا زيهم، يعني ما فرقتش فرق في الاجسام، يمكن هم احسن سنه بس مش يعمل الفرق ده. طيب هانج سن اللي هو كان احسن لاعب في العالم مش ده اداؤه، يعني يمكن هو احسن من كده، انما في لعيبه انا مش متذكر اساميهم، في رقم 19، رقم اللي خد مان اوف ذا ماتش برضو مش فاكر رقم كان كام، حاجه و30. اللعيبه دي هي اللي كانت شايله عبء الماتش، فاحنا كان عندنا مشكله في الدفاع، انا مش قادر احدد ايه مشكلتها. طيب خلينا نتفق ان حضرتك مبدئيا عدم وجود يحيى خالد ضربه قويه جدا للمنتخب، متفقين على دي. صحيح. صح كده. صحيح. على الجانب الهجومي وعلى الجانب الدفاعي. على الجانب الهجومي زي ما حضرتك بتقول بناخد وقت كبير في الهجمه، وجود يحيى كان بيساعد شويه. مش هنقلل من اداء محسن رمضان ولا مهاب سعيد،
بس في فرق خبرات كبيره. صحيح. متعلقه بوجوده في اوروبا. متعلقه انه كمان في الدفاع، في حته الدفاع برضه، لان هو لعيب بيهاجم ويدافع. بالظبط بالظبط. احنا عندنا مشكله من بدايه البطوله فيما يخص الاختراق من العمق من الدايره، مركز المهاجم. احنا عندنا مشكله فيها. اللعب بسرعه او السرعات بتاعه منتخب الدنمارك في نقل الهجمه مرعبه وانت ما كنتش قادر تكوب الموضوع. المصري ما كانش بيلحق يغير. بالظبط. يعني المصري مثلا كان عايز ينزل يدافع. دي اللي كنت لسه عايز اقول لحضرتك عليه. احنا لو حضرتك يعني حضرتك طبعا شفت الماتش. طبعا. ممدوح هاشم بدا الماتش. قعد فتره كبيره عادل كمل، بعد كده المصري في الجزء الهجومي اللي احنا في الطبيعي ما بنشوفش المصري في الجزء الهجومي الا لما بتكون الهجمه عاملين فاست بريك، فمش لاحق يغير. لا ده كان بيبقى متواجد في، يعني الجول بيجي فينا او ممكن يغير، لا كان بيكمل. فهو اللي حصل اللي انت كان فيه في بدايه اول 10 دقائق توهان بالظبط من بعض اللعيبه في بعض المراكز، فعملت الجاب ده. النقطه الكويسه اللي انت لحقت تلم بس مع منتخب. بالظبط مش هتلحق. بالظبط انت دقيقه تخليك جيم اوفر. طيب احنا خلينا برضو نتفق، هل خساره 5 من الدنمارك في الظروف الطبيعيه وحشه بعد اللي حصل في اول 10 دقائق؟ لا طبعا مش وحشه. بس انا اقول لحضرتك حاجه، يعني الدنمارك لما شفنا المباراه واداء منتخب مصر المباراه قبل كده، لا انت تقدر تمشي معاهم ايكوال لاخر دقيقه واخر دقيقتين. اللي حصل. طب احنا ناخدها من نقطه ثانيه، هل احنا اقوياء ولا كرواتيا اللي ضعيفه ولا الدنمارك اللي مش مظبوطه البطوله دي؟ عشان الدايره تكمل. طب انا اقول لك، كرواتيا والدنمارك حافظين بعض كويس، احنا مش نازلين مجهزين للماتش. وكمان خلي بالك برضو، انا معلش يعني عايزك تتكلم في حته كمان. انا حسيت باروندو انه اخر 10 دقائق تايه. اولا انا عندي علامات استفهام عن استبعاد محمد علي كحارس مرمى، لانه الولد عمل ماتشين ثلاثه اللي لعبهم، تستبعده في ماتش الدنمارك وترجع تستبعده النهارده في السويد، دي علامه استفهام كبيره جدا، لان الولد فعلا مقفل الدنيا. الحاجه الثانيه، ساب الفرق لما وصل وطلب تايم اوت. انا شايف ان ادائي مش مظبوط، تايم اوت على طول واتاخر في التغييرات. انا معلش انا بدي حضرتك ليه؟ لا تمام، قول لي كلامي ده صح، اللي انا شايفه ده صح ولا غلط؟ طبعا بنسبه كبيره في صح، بس انا كنت هاخد حضرتك لنقطه بس ونرجع للنقطتين دول. النقطه، ايه الفرق ما بين ماتش كرواتيا وماتش الدنمارك؟ الستارت، البدايه. حمى البدايه ليك في ماتش كرواتيا، كنت انت الليدنج، كنت انت الباور، كنت انت وكان بالظبط ركبت الماتش من اول. بالظبط عكس اللي حصل في الدنمارك خالص. فبرضو انت ركبت الماتش مع فرقه تقيله وقدرت تحافظ على الفوز وبتسع اهداف، فانت تعذيرك للماتش كان كويس. اللي حصل في ماتش الدنمارك لو بنتكلم على استبعاد محمد علي، هنقول اللي هو وجهه نظر فنيه، لكن وجود محمد علي بخبراته اللي اكتسبها في اسبانيا وبعطفا على ادائه في كاس الامم او بطوله امم افريقيا اللي كانت في القاهره وادائه في مصر قبل ما يسافر. بالظبط. حميد حارس جيد جدا، يعتبر كان احسن حارس ناشئين يعني بشباب. كريم مش اداؤه، كريم احسن من كده، بس كريم مش ده اداؤه، عنده الافضل. عنده عشان الأفضل. نكون صريح، فلا مش متوفق، فكان لازم محمد علي يخش. انا ليه بقول، لان احنا حراسه المرمى كانت نقطه ضعف قويه جدا في ماتش الدنمارك، بس مش هلومهم لان كان اللعيبه بتروح فاضيه على الجون، والشوط كان يعني الشوطه متوجهه. عارف حضرتك لما تطلع تشوط وانت معاك دفاع بتبقى متضايق، لكن فالتوجيه بيبقى لك، لكن ده بياخد راحته فبيوجه الزاويه. بالظبط يا فندم، ما هو الجون بيزيد لما الدفاع بيزيد. انا 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 مؤمن بده، بس برضو يعني ممكن كره اتنين تشيلهم. يعني انت عندك سنة في اول ماتش، راح مجالي ضربه جزاء. ودي كانت برضو فاصله. ليه؟ لان انت لما بتلاقي لعيب بيجالي ضربه جزاء في وقت بيعمل احباط للفرقه، وبعديها فاست بيك او كره من الجناح راح تضيع برضو من سنة. والجول ده بيعمل ايه؟ بيزود نفسيا. برافو عليك، لان مش يمنى، ما بين مش يمنى وانت داخل على لندن احطها لك فين؟ بحطها لك في كل حته بتجيبها. يعني حارس مرمى، انا عايز اقول لحضرتك في كوره في الشوط الثاني اكبر دليل اللي هو مش طبيعي فعلا. يعني مهاب بيحاول يشوط الكوره، عارف حضرتك اللي هي بتاعت زي ما بنقول عليها كده السباته بتاع الكابتن سامي عبد الوارث زمان. الكوره خبطت في رجل المدافع، لندين اوريدي اصلا كان قاعد على الارض مستنيها.
هو يعني متوقع عنده ريفليكشن عالي جدا. عالي جدا، عالي جدا. النقطه بتاعه علي زي احنا اتكلمنا فيها. النقطه الثانيه اللي انت التايم اوت، عايز اقول لحضرتك على حاجه. لو احنا شفنا اول ثلاث ماتشات في الدور التمهيدي، ايوه، تقريبا بروندو ما خدش تايم اوت. هو ده مش صح. لا، هي اللقطه في ايه؟ طيب انا دلوقتي بتعليماتي هلحق الم؟ اه. فكل لا، هو من تعليمات على الخط اقصد. اه طبعا، ما تعليماتك اه. لان في بعض الاوقات انت لازم تعمل، حتى اعرف حضرتك اه بالظبط، بوز للتيمبو. ده هو كانوا ماشيين وعمالين اول 10 دقائق، المفروض بعد 3 4 دقائق حسيت ان 3 4 دقائق ما استناش لما يبقى فرق 6 و7 و8. اول ما احس تعالوا على الاقل دقيقه فوقوا، او ينزل مجموعه ثانيه. لازم كان لحق يعني. عارف هقول لحضرتك، لو طلعنا الشوط الاول فرق هدف او اتنين كنا نكسب المباراه دي. اه طب كان فيها، كان فيها. وعايز اقول لحضرتك احنا في اخر هجمه في الشوط الاول، يعني في الدقيقه مثلا 29 بالزبط. احنا كان الفرق 3 وكنا رايحين ممكن بهجمه راح ترد علينا بجول، فبقى بالزبط. الفرق 4 والفرق ابتدى يزيد برضه مع الشوط الثاني. طيب احنا خلاص ماتش وراح بالظبط، والدنمارك وقفلنا صفحته بالظبط، واكيد اللي احنا بنقوله ده الجهاز الفني واللاعبين بيقولوا اكتر منه. انا يهمني النهارده ماتش السويد. الناس بتقول لك انهم ياكلون خروفين على العشاء وانهم انا ما اعرفش كده. انا اعرف ان انا هنزل العب والعب راجل. الدنمارك والسويد هما الاثنين حاجه واحده، وهما الاثنين نفس الامكانيات، وكان لازم عشان اوصل دول اربعه لازم اكسب واحده من الاثنين. خلاص انت اجلت مباراتك خليتها مع السويد، فانت اوريدي ما خسرتش حاجه. شايف النهارده الماتش ازاي؟ ماتش صعب جدا، خلينا بس نتفق طبعا. يعني القلق اللي عند الناس ان هو ده بعد ده. عارف حضرتك لو كنا لعبنا الدنمارك ولعبنا ماتش مثلا بلجيكا والبحرين، او مثلا بلجيكا ولعبنا ماتش يعني داخلين ماتش السويد. طب انت شايف ده احسن ولا اوحش؟ لا احسن، ان احنا كنا نلعب ماتش، كنا نلعب ماتش كسبانين قبل ماتش السويد. طيب ممكن اقول رايي؟ اتفضل. انا يعني بحكم خبره الماتشات طبعًا. لا طبعًا. لما بتاخد قلم قوي الماتش اللي بعده بتبقى 180 درجه مختلف. ليه؟ لان انت عندك طاقه ممكن تطلعه في ماتش سهل، تيجي في الماتش اللي وراه كان بيحصل معانا كده والله، تيجي في الماتش اللي بعد كده ضلعت الطاقه والدافع الرهيب ده في الماتش السهل واثبت انت كويس، ترجع تخيب تاني. فهي الفكره، انا من وجهه نظري ان احنا كويس جدا بعد كده. انت وجهه نظرك بتقول لا ماتش دي وجهه نظر صح. بس مين اللي هيقول بقى صح ولا غلط؟ الجهاز الفني باعداده وتجهيزه للاعبين. برافو عليك. ده اللي هيفرق. انت لو عرفت تبوش اللعيبه اللي انتوا فعلا بقى، لا وده كان كلام التصريحات باروندو بعد الماتش، اللي احنا خلاص هي الدنمارك صفحه واتقفلت وكل تركيزنا على ماتش السويد. واللي الكويس احنا اخر ماتش لينا بيننا وبين السويد في طوكيو احنا كسبانين، يعني احنا بنخسر من السويد بطولات عالم، لكن لعبناهم مرتين في الاولمبيكس كسبناهم مرتين. بنفس الفرقه. اه بنفس الفرقه مفيش تغيير. بالظبط. بص اقول لحضرتك على حاجه، بطوله العالم دي كانت هي بتتقسم مراحل. المرحله الاولى اللي احنا كنا نوصل ربع النهائي، الانجاز اللي انت توصل نصف النهائي، والاعجاز اللي انت تعلق ميداليه. ليه؟ لان لو حضرتك شفت الثمان فرق اللي وصلوا 2021 واللي وصلوا اولمبيكس واللي وصلوا في 2023 الدور ربع النهائي، سبعه منهم ثابتين من ضمنهم مصر. اللي اتغير 2021 عن بطوله العالم 2023 قطر طلعت من ربع النهائي ودخل مكانها المانيا. والمانيا كانت متواجده في الدور ربع النهائي بس غير البطوله بالظبط. ليه؟ فبالتالي انت خلاص انت في الثمانيه الكبار، عشان تخش لازم زي ما عملنا في 2001 احنا كسبنا روسيا مع سيربي زوران، كنا بنتغلب قبليها من روسيا مثلا على بطوله العالم كل مره، لا اما في المجموعه لا اما في ربع النهائي. فاللي انا عايز اقوله انت لازم تكسب فرقه تقيله. النهارده الماتش يعتبر يعني مش هنقول حياه او موت، بس ماتش مهم جدا. تقدر البدايه هي اللي هتسهل لك الماتش. انت كمنتخب مصر كان زمان بنقول احنا بنلعب الشوط الاول حلو جدا وبنيجي في الشوط الثاني بيتعمل علينا الكامباك بالظبط. لا انا مش عايزك كمان اللي انت تجري ورا النتيجه، لان انت عمال تجري ورا النتيجه فبالتالي ذهنك عمال انت اصلا يعني. انا افهم من كلام حضرتك ان انت عايز ان احنا نفرض اسلوب لعبنا، ما يبقاش هو كرواتيا بالظبط. تركب الماتش بالظبط. انت لو ركبت الماتش في الاول، خاصه اول ثلاث هجمات، اول ثلاث هجمات تروح بيهم تجيبهم، انت الثقه بتاعتك هتفضل. اللي حصل في الدنمارك ان انت عمال تروح وما بتجيبش الجون. نجح الجون بتاع الدنمارك، نجح وهو ده اسلوبه، يسحب الثقه منك بالظبط. وده اسلوبه، وده اسلوبه. كل بقى واحد داخل يشوط ضربه جزاء بيقول لك يعني يا ارض الشق وبالعينه داخل اشوط فيه ازاي. طب اقول لحضرتك على حاجه، لو نفتكر كده نرجع بس فلاش باك سريع كده ل 2021 اللي حصل
نتيجه ماتشنا مع الدنمارك اللي احنا كنا ليدنج من اول الماتش، هم اللي عمالين يجوا ورا، هم اللي عمالين يجوا ورا، لدرجه اللي انت خلاص انت بقيت بتلعب لاخر ثانيه، انت خلاص انا ممكن اكسب، يعني انا ممكن اكسب طالما هو اللي بيجري ورايا، لان دي زي ما حضرتك عارف طبعا واظهر مني لطش الماتش، لطش الماتش في 2021. فانت طول ما انت بتجري ورا النتيجه ذهني وبدني، ذهني كمان اكتر. الله ينور عليك. عمال صحيح. عمال ضغط، عمال ضغط، ضغط. طبعا طبعا ضغط. فاتمنى بس البدايه. السؤال برضو، هل حارس مرمى السويد حاجه برضو زي حارس مرمى؟ طبعا بالك الاثنين اللي لك حارسين بتوع السويد، لا الاساسي اقوى يعني، الاساسي اقوى، بس عارف حضرتك ما هو امبارح هو احنا تقريبا في ماتش الدنمارك يعني ما شفناش، بيقول الاحتياطي يعني الاثنين يعني جامدين جدا. طبعا، بس الاساسي يعني بالك اقوى بكتير، بالك اقوى حدود. طبعا. طب هم خلينا يعني، طب هم بيعتمدوا على ايه برضه عشان الناس الساده المشاهدين تبقى عارفه؟ يعني احنا هنلاعب السويد دلوقتي، هل بالاحصائيات زي الدنمارك بالاحصائيات سريعة؟ يعني معظم اهدافهم هم تقريبا مسجلين 211 هدف في 6 ماتشات، هم ما خسروش ولا ماتش، معظم الاهداف بتيجي من خط الستة متر، خط الستة متر، خط الستة يوصلوا، يعني ما بين ابزط ما بين اللي هو الاختراق. السويد وفرنسا والنرويج الثلاثة ما خسروش ولا ماتش طبعا. طبعا. والدنمارك تعادل بس الماتش من كرة يعني. برضو السويد هي وصيف بطل العالم، فبرضو يعني الناس بس دي حجمها طبعا بالظبط بالظبط بنقدرها بالظبط. يعني طب احنا يعني هم بيتميزوا باللعب السريع، طب احنا بنتميز بايه؟ يعني هم لو بيتكلموا على منتخب مصر يقول لك احنا عايزين نوقف، انت بتتميز بايه؟ الخط الخلفي طبعا، الخط الخلفي انت عارف حضرتك الهاند بول الخطين، الخط الخلفي الثلاثي الخلفي ما بين السنتر هاف والباك رايت والباك ليفت بالظبط، دولت يعني هم دولت فعلا اقوى خط بوجود يحيى الدرع اللي الحمد لله الحمد لله يعني حوار صباعه والحمد لله راح يلعب الحمد لله جدا، لان كانت هتبقى فيها صعوبه قوي. هو لعيب راجل طبعا جدا علي زين بوجود بقى دودو، بس خلي بالك انت يحيى خالد غايب، ما يبقاش يحيى درعي كمان. لا كان باك ليفت، وده بناء يعني على تصريحاتهم حتى تصريحات الجانب السويدي في الصحف عندهم، اللي هو لا ده ممكن يكون تريك من باروندو، لان المدرسه الاسبانيه معروفه بالتريكس والكلام ده، فلا بس احنا جاهزين اللي يحيى خالد اللي يحيى الدرع هيلعب، عدم وجوده مكسب لينا، ده تصريحاتهم كده في كل الصحف، اللي هو عدم وجود يحيى الدرع وكان فما شاء الله الله اكبر. زين برضو عامل اداء كويس. النقطه برضو المهمه جدا، احنا خط خلفي قوي جدا، وجود هاشم في الجانب الهجومي على الدايره يعني بيعرف فعلا ياخد الكوره، يستلم الكوره، فطالما لعب الدايره طالما استلم الكوره فانت خلاص لا رمي الجزاء لا هتجيب الجول بالظبط كده. الميزه في احمد عادل اللي هو اشول ما يعرفوش يدافعوا عليه بالظبط، في صعوبه طبعا يعني هو في صعوبه. الونجين طبعا بوجود سند وبكار، اتمنى في اي كوره يوصلوا بيها تبقى التركيز فوق ال 150% اللي احنا نجيبها جول، لان انت في الماتشات اللي زي دي انت خلاص عديت مرحله الكوره اللي بتضيع صعب تجيبها تاني. طب الونجات بتوعنا، طيب يعني انا برضو شايف ان الونجات بتوعنا يعني كويسين جدا، يعني عندهم احسن من كده، بس الوينج بيبقى دايما بيكون مفعول بيه، يعني هو عايز الكره تجيله في مساحه عشان ياخد خطوتين ثلاثه يفتح الزاويه ويلعب، فهو مش هو اللي بيكريت اللعب. شايف الونجات بتوعنا ازاي؟ لا انا شايف ان انت في بعض الاوقات الخطه الهجوميه ساعات بتعتمد اللي انت عارف حضرتك يعني ايه، سلم 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 او باص 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 وبيوصلك الكره، الكره وصلت لك لازم تجيبها جول. لان هقول لحضرتك احنا دلوقتي بنتكلم منتخب مصر من ضمن الثمانيه الكبار صح كده؟ نعم. هل يا ترى في الفرق الثمانية الكبار نسبة ان الوينج يضيع كورة كام؟ ما بتزيدش عن 3%. واحدة كل 3 4 ماتشات صح كده؟ لكن انت ما ينفعش تبقى النسبة لما يجي لك مثلا 4 تضيع 2، ما دي 50% 50%. ليه برضو؟ لان انت زي ما احنا ممكن تكون برايحة له مزنوقة، يعني خلي بالك من الحتة دي. ما هي برضو عايزين نقيم صح. ما ممكن تكون الكرة الوينج كانه انفراد، الكرة بتجيله كانها انفراد تمام، بس ممكن تبقى جايه له مش مرتاحه، هو خد قرار انه ياخد خطوتين ويفتح ويروح بتكلم في وقت مزنوق. لو بنتكلم على الكوره زي بتاعه سند في بدايه الماتش وزي بتاعه بكار في الشوط الثاني، هقول لحضرتك على حاجه احنا مفتوحه، لا كانت دي مفتوحه، دي كانت مفتوحين الاثنين، فدولت ما ينفعش يضيعوا. وبعدين في نقطه، احنا النهارده في حاجه ان احمد مؤمن صفا طلع من التشكيل ودخل مكانه احمد خيري، فانت كده برضو ليه؟ لان انت الماتش اللي فات احنا برضو انا
يعني ليه مش عارف ليه حسن وليد قداح حاجه ما شاء الله الله اكبر، واحد برضو من اللي ما بياخدش وقت كتير. بالظبط، ما ده ليه استاذنك بس انا برضو عايز اعرف ليه ما بياخدش وليد ليه ما بياخدش وقت الطويل ده. بس هطلع لفاصل استاذ شادي. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الناقد الرياضي الاستاذ شادي نبيل، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي طبعا عن كاس العالم لكره اليد، وهنروح معاه كمان للالعاب كلها. استاذ شادي، يمكن كنا بنتكلم انه وليد قداح ما بياخدش وقت زياده، ودي برده من ضمن الحاجات اللي انا شايف انه يعني باروندو مش قادر يطلع يفجر الطاقات اللي جوه الفرقه كلها. ليه ما بيشاركش في وقت كبير؟ هي دي علامه استفهام، بس ممكن يرجع السبب لان المباريات، بص حضرتك اي بطوله بتتقسم مراحل. أو في المرحله الدور التمهيدي كله لعب وكله خد فرصته، وكله كان بعد ماتش كرواتيا، يعني طبعا في ماتش المغرب وماتش الولايات المتحده كان ماتشين سهلين فكله لعب. بناء على ده فابتدى يحط خلاص بقى رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه. مرحله الدور الرئيسي ما كانش ينفع يحصل اي دروب، فكان اعتماده كلي على التشكيله الرئيسيه. يعني الروتيشن في الدور الرئيسي كان اقل بكتير جدا من اللي حصل في الدور التمهيدي. حسن وليد قوة هجومية كبيرة جدا، لكن عارف حضرتك لا وحضرتك في الملعب دايما بيبقى فيه لاعب ايه اهدى 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 عشان سنه لسه صغير. ايوه بالظبط، عنده يعني بالظبط الباور عقلة التركيز لسه محتاج خبرات. بالظبط خبرات عشان توازن بالزبط. مع الباور على العكس، على العكس يعني ممكن يكونوا نفس الجيل. بس اقول لك احمد هشام دودة ماتش زي الدنمارك انت كنت محتاج وفعلا نزل هايبر. ما هو نزل ولعب، هو نزل ولعب مهاب سعيد لعب ولعب. ليه انت عايز طاقات تتفجر؟ هي بقى بص هقول لحضرتك على حاجه، لو احنا بنحط الترتيب محسن رمضان ومهاب، كان محسن رقم واحد ومهاب رقم اثنين. صح كده؟ محسن لما بدا بدلك مش عارف بالظبط مش عارف، مهاب نزل قلب الدنيا قلب الدنيا وكان بيجيب الاجوان بصعوبه، بس بيعمل ايه يعني بيعمل المروحه ويخش ويقاوح ويرمي نفسه. حتى لو احنا بنتكلم ان هي دي طريقه لعب مهاب، لا هي مش دي طريقه لعب مهاب، بس الماتش مع الحماس بتاعه هو عايز بالظبط. خلي بالك انت كنت بتسالني ان اسبانيا والنرويج راحوا لوقت اضافي 25 راحوا لوقت اضافي. ماتش قوي جدا، وطبعا طبعا عارف ان النهارده الدنمارك كسبت المجر 40-23، اللي هو كان المفروض احنا لو كنا كسبنا الدنمارك ودي اول المتاهلين دول قبل النهائي الدنمارك بعد الفوز على المجر 40-23 كان متوقع. منتخب قوي، هو منتخب قوي والدروب يعني هم عارف حضرتك برضو هي اللقطه في ايه؟ هو تاكيدا على كلام حضرتك صح ان هم بعد لقطه كرواتيا داخلين بقى على كل اللي قدامهم بوم بوم. انت يعني محتاج لقطه تفوقك. اتمنى النهارده ان السويد الشوط الاول ان شاء الله هي اول خمس دقائق واول سبع ثمان دقائق هم اللي بيفرضوا اسلوب لعبك. بالزبط. مش معنى كده انت هتكسب المباراه، بس على الاقل مش هتفرط منك. بالظبط، مش هتفرط منك. يعني جولين فسهله في هجمتين مرتده، سهله مع مثلا طرد ايقاف دقيقتين 6 7 8 وصلنا ما وصلناش 8 وصلنا 6 فاكر اقصى حاجه كان 6 مش فاكر. عايز اقول لحضرتك برضو احنا من ضمن الحاجات المميزه لينا في بطوله العالم دي كفريق على المستوى الدفاعي، احنا عدد اللي احنا بيطرد او يعني بيحصل لنا ايقاف دقيقتين اقل من بطولات سابقه. ده بيخليك تلعب كامل معظم اوقات الماتش، فدي برضو من الحاجات الكويسه. عشان عندك سكواد كويس. بالظبط، بس في بقى ملحوظه ان البوينت دي زادت قوي في ماتش الدنمارك بسبب بقى قوه الهجوم والسرعه. والتشن زاد قوي. بالظبط. طب هسالك سؤال، جماهير بتسال، ما هو يعني لازم الناس تبقى عارفه، وخاصه يعني بعض الجماهير المتابعه او يعني بتشجع احد الانديه، يعني بتسال هو احمد الاحمر ليه بره المنتخب وايه اللي حصل ما راحش؟ عايزين نعرف ايه السبب، هل هو كان اصابه، هل هو رؤيه فنيه، يعني ليه احمد الاحمر مش موجود؟ عشان الناس انت عارف الناس تبتدي تبص على المنتخب لما يوصل لما يروح الاعداد ما بيبقاش حد متابعه قوي، ليه احمد الاحمر مش مع المنتخب؟ طيب نقولها بصراحه ولا نجملها؟ لا لا نقول بصراحه، نتكلم بصراحه، نتكلم بصراحه. الاحمر دوره تقلص الى حد ما جوه الملعب، انا بتكلم جوه الملعب فنيا في وجود باروندو. احمد الاحمر قيمه كبيره جدا، اسطوره، هو الراجل شايف اللي انا اديله فترات معينه وقت معين. بالظبط، احمد الاحمر ما يعني شايف لا انا استاهل اكتر من كده، فحصل يعني ايه زي ما بنقول كده يعني نيجوشيشن كده. بالظبط بالظبط، فاحنا وبيحصل معايا فرقه بيبقى في لعيبه نجوم مش متوقع. خلينا برضو نقولها بصوره ثانيه، باروندو كان في احتمال ان هي تمشي
اللي هو يمشي يعني الجهاز بعد بطولة العالم. موضوع المانيا ولا ما اروحش، اروح لا ما اروحش، كان احتمال كبير قوي، كلام غلط كتير انه يمشي. فتواجد في كاس الامم، تواجد احمد الاحمر، واتجدد العقد الباروندو ل 2023 بطولة العالم. فبالتالي الاحمر ما قالهاش صريحه، بس هو جوه حاسس ان لا درجة. خلينا نكون برضو في واقع يعني ماتش تونس، التبيه الاحمر ماتش تونس سيمي فاينال بطولة الامم، احمد الاحمر ما لعبش تقريبا يعني، وتألق يحيى خالد ونفس المركز بتاعه بالظبط. بس يعني حتى الماتش كان مكهرب، والماتش كان رايح جاي وقريب جدا. فهو خلاص، انا يعني حتى كل المتابعين للبطوله واللي كانوا متواجدين قالوا دي خلاص، هو خلاص اخد القرار فنيا، هو مش هو خلاص. كان في لو هل يا ترى مدرب جديد، طب هيجي، فلما كمل طيب تمام. الكلام بقى تقاصر في النقطه، طب هل الاحمر اعتزل دولي؟ هو ما قالهاش صريح، ما قالهاش. طب هل راح الاستدعاء على النادي ان هو يبقى متواجد مع المنتخب، ولا ما راحش اسمه في الليسته؟ يعني ان المنتخب لما بيجيب لعيبه بيستدعي، بيجي جواب على النادي باسامي اللعيبه ينضموا للمنتخب. هل راح النادي الزمالك جواب في احمد الاحمر؟ لا، لان البوست حتى هو قال يعني هل بتقول الناس لا انا ما علقتش كره اعتزالي، ده كان من رؤيه فنيه. ما قالتش كده، اتقالت يعني الاتحاد المصري هو كان شايف وانا متواجد لو في تحت امر المنتخب، ولو استدعوني انا هاجي وتمام. بس واضح ان ما تمش كل المتابعين عارفين اللي كان بنسبه كبيره حتى مش هيكون موجود. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني هي قفلتها كده احسن الاحمر يعني. لو الاحمر بيلعب دولي او متواجد ولم يتم استدعائه، فعدم وجود يحيى خالد كانت هتبقى يعني ايه مش لذيذه لقيمه احمد الاحمر. لكن اللي هي كده خلاص، هو راجل اعتزل. هو سبحان الله يعني هو اللي اتقال كده مع اصابه يحيى، فالموضوع انضرب في بعض. يعني وجود يحيى كان برضه هيخلي ممكن بالزبط. محسن مثلا، او ممكن مهاب، يبقى هو لان مهاب لعب مع المنتخب بحر المتوسط ولعب بطوله افريقيا، كان هيبقى هو مع يحيى خالد بضربات النافعه، هما الاثنين لعبوا. وسبحان الله برضه كان الجميع متوقع ان مهاب رقم واحد، محسن رقم اثنين، وبالفعل في اول الماتشات كانت كده. لكن محسن نزل ادى اداء هائل، اداء رائع، جاي هيجي، دي مجرد البدايه ليهم هما الاثنين. فبالتالي بص اقول لحضرتك على حاجه، السؤال كان مهم جدا. بالظبط، هو السؤال مهم جدا ان هو توقيته دلوقتي. ليه؟ لان سواء حصل بعد كده المنتخب الحمد لله كسب ووصل وكمل، هياخد منحنى، لا قدر الله حصل هياخد منحنى، فهو توقيته دلوقتي ان الموضوع هو ده باختصار. يعني بقول لك هو يعني ودي سنه الحياه، خلي بالك يعني ما فيش حد بيخلد في المنتخب. يعني احنا كنا لعيبه منتخب وجه الوقت وجينا غيرنا وغيرنا وغيرنا، وفعلا باروندو بيقدره جدا. جدا. لا طبعا احمد الاحمر اختلفنا او يعني شئنا ما بين قيمه يعني يعني ما فيش كلام طبعًا يعني. طبعًا. بس هو انا ليه صرحت السؤال؟ لانه مساد احنا بنتكلم يعني كل ما يخص المنتخب، فالناس بتسال هو ليه مش موجود، في ناس عارفه وفي ناس مش عارفه، ففرصه كويسه انت معانا عشان تقول لنا الدنيا ايه. اتمنى تكون الصوره يعني واضحه كده. الحمد لله. انت جبت حتى بالتاريخ مع مستر باروندو واحمد الاحمر، هو ليه فكر معين يعني، ليه فكر معين. طيب خلينا نروح على لا قدر الله كل دماغنا مش عادين نصدق احنا كجمهور ان احنا ممكن نخسر من السويد. ما دي على فكره مسؤوليه كبيره وضغط على اللعيبه، ان الجمهور مش مستوعب ان الفرقه دي ممكن تخسر، دي حقيقه يعني. طب. لا قبل نهائي اولمبيات وهنا في مصر بنخسر من الدنمارك بضربات الجزاء وكده، فانت مش متخيل. طب لا قدر الله خسرنا من السويد، هنلعب على الترتيب طبعا. هنلعب على الترتيب. فرصنا ايه في الترتيب؟ هتبقى فرصنا هي بس النقطة اللي احنا هنلاعب الكسبان او الخسران ساعتها من مين؟ فرنسا والمانيا. فاحنا كسبانين فاحنا كسبانين المانيا في الاولمبيكس، وهي كانت بوابتنا لنصف النهائي. هنكسبها ان شاء الله. فان شاء الله. طيب كسبنا المانيا. هنلاعب بقى اللي هنلاعب كده المجر، الخسران من المجر او سوري الكسبان من المجر، والخسران بقى من النرويج واسبانيا. غالبا هتبقى اسبانيا. يعني هو اصل اسبانيا برضه مشوار اهو هو يعني. اشكركم يا جماعه. يعني احنا هنا كده احنا احنا لو خسرنا مثلا لا قدر الله، انا مش عايز بس لازم نحط كل الاحتمالات. طبعًا. خسرنا من السويد، ممكن نقابل هنرد على الخسران من فرنسا والمانيا. المانيا تمام، هنكسب المانيا ان شاء الله. ان شاء الله نلعب على خامس وسادس، هنلعب مع دلوقتي الكسبان من المجر واسبانيا واسبانيا بقى والنرويج او النرويج صح. بس غالبا هتبقى لا انا اسف هتبقى ممكن النرويج اللي تخسر. بالظبط. بس لو المجر مجر والنرويج لعبوا بعض
النرويج تكسب فكده يعني كده ممكن ان شاء الله ايه تعرف شكل البتاع يعني ممكن النرويج تاخد سابع مثلا والمجر تامن مثلا ومصر لا النرويج بقى ممكن تلعبنا على خامس سادس النرويج ممكن لو النرويج ممكن تلعبنا على خامس سادس انا اتصور ان هو حتى لا قدر الله لو خسرنا من السويد احنا ممكن عندنا خامس ودي حاجه كويسه هقول لحضرتك على حاجه الحقبه الزمنيه او الجيل الذهبي لكره اليد المصريه يعتبر جيلين جيل ابتدى من 91 خلص في 2001 91 كان كاس امم وبدايه بقى دكتور حسن مصطفى كابتن شمس الله يرحمه كان هو اللي بالظبط كابتن جمال شمسي في 93 كسبنا بطوله عالم شباب ابتدينا 95 97 99 2001 بنخش ربع النهائي بطولات العالم ابتدينا ثامن مرتين سادس سابع بعد كده رحنا ايه في 2001 ختمنا بالمربع الذهبي هي نفس الفكره في 2019 2019 ثامن 2021 سابع لا قدر الله في 2023 خدت خامس خدت سادس ان شاء الله هتيجي بس 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 ما نهدمش طيب هسالك سؤال انت مع تجديد لبروندو انت بتجيب السؤال من عندي على طول انت مع التجديد لبروندو بالوضع ده بالوضع انه بيمرن فرقه في المانيا وبيجي النتيجه بتاعت البطوله هتحدد يعني اتمنى وجوده يعني التجديد ليه بس يستمر في المانيا ولا يعني متفرق. يبقى متفرق للمنتخب النتيجه لكن انهاء عقد ده مشروعه وهو حابب جدا والتيم ورك معاه قوي جدا وخلينا نتكلم بأمانة ناجح حتى الان طبعا حتى بعد خسارتك من الدنمارك لا هو ناجح وعمل جيلين في المنتخب يعني بامانه بالظبط نقول كلمه الحق بالزبط. يعني بالزبط. هو عمل جيل دلوقتي بيطلعه مهاب واحد منهم وجيل وسط وحميد وحميد وخدك برضه خلي بالك مع محسن مش كبير قوي برضه بالظبط يعني محسن مش لعيب كبير فانت عامل بدا واحده رويدا في وقت النتائج ما تتهزش برضه بالظبط صح ولا انا غلطان؟ وبتتحسن يعني هو لو نجح السنه دي ان شاء الله لو في أسوأ الظروف خدنا خامس خلي بالك في نقطه مهمه انت كسبت السويد النهارده ورحت خسرت من فرنسا ولعبت تالت ورابع وخسرت برضه هتاخد رابع لو انت كسبت المشوار الجاي وخدت خامس ما فرقتش معاك مركز يعني الدنيا قريبه هي زي ما بقول لحضرتك احنا عايزين نعلق ميداليه ده هيبقى الاعجاز الكبير في بطوله العالم بالظبط بطوله العالم وعايز اقول لحضرتك احنا يعني احنا كسبنا بطولات عالم ناشئين وشباب فعايزين الكبار وهنوصل لها ان شاء الله بس نفضل نبني هي دي ميزه في اتحاد الهاندبول اللي بيبني خلي بالك برضو ممكن يتخذ قرار انفعالي من اللجنه المؤقته اللي موجوده دلوقتي ويقول لك لا بروندو اذا كان عاجبك اقعد مش عاجبك يعني ممكن يبقى فيه عارف نشوه أو حماس بعد الماتش يقول لك لا انت مش معايا دي كانت هتحصل بعد كاس بعد بطوله افريقيا بالظبط لكن في الاخر اللي تم يعني ايه سمعوا صوت العقل ليه؟ اصل اقول لحضرتك على حاجه انت هتجيب مدرب جديد تمام؟ كده كده لازم هتجيبه من المدرسه الاسبانيه اللي هي اعلى نجحت ونجحت معاك وماشيه معاك ومش على فكره مش في اليد انا هروح معاك ده نجحت في حته كتير بالظبط تحس ان اسبانيا جيناتهم جايه مع جيناتنا كمدربين يعني اصل نفس الشخصيه جينات حضرتك يعني الاسبان والبرتغال هم نفس الاشياء يعني الطليان غيرنا انما اسبانيا والبرتغال تحس ان هم شبهنا. يعني تحس ان هم عرب زينا وهو كمان عنده ميزه هي بس النقطه بوجود اوسكار اللي هو المساعد المدرب الجديد بتاعه انا يعني ايه المساعد المدرب القديم اللي هو راح مسك الفريق الاسباني اللي بيلعب فيه محمد علي سنفين اعتقد تحس كانت الكيمياء اكتر انا ده اللي انا حسيته بس هل يا ترى بسبب التواجد المده يعني قاعدين مع بعض مده اطول طبعا هو اكيد هو اللي مختار يعني طبعًا. اوسكار اكيد هو باروندو اللي مختار بالظبط بس هل اختاره عشان التاني مشي طيب ما هو ممكن يكون الكفاءه مختلفه يعني ما هو انت ايدك زي بعضيها بالظبط في تفاهم بس الكفاءه الرؤيه ما انت في اوقات كتيره جدا محتاج الاسيستنت بتاعك يصلح لك ده مهم جدا يعني عايز اقول لحضرتك احنا يعني نقطه بس ماتش زي الدنمارك ده كان ممكن يردك فيه بالظبط الاسيستنت دوره مش زي ما الناس متخيله مساعد لا ده هو بيبقى كمان شايف اكتر كمان لان هو المدير الفني بيبقى واقف على الخط الاسيستنت بيبقى قاعد قاري كل الملعب وريلاكس. بلس ان محلل الاداء جنبه يعني الدكتور محمد امام فمن ويصحح البتاع فانت نقطه مهمه انت رحت ليها بصراحه وجود اسيستنت جديد الناس مش واخده بالها ان اوسكار غير اللي كان موجود قبل كده طب جرابيا طيب انت هتجيب مدير فني جديد من اسبانيا بس الاول قبل ما نقول لو في ان احنا جددنا البروندو
الوضع في كره اليد غير الالعاب الثانيه. كره اليد بيبقى في توقف دولي بيحترم في كل حته في العالم، الدوريات بتقف، لعيبتها بتروح منتخباتها، يعني في كنترول من الاتحاد الدولي، غير طبعا الطايره واليد، الطايره والسله، الموضوع غير كده خالص. طيب هو احنا عايزينه ليه يبقى متفرغ؟ هي مشكله باروندو، عارف حضرتك لو باروندو بيدرب في اي دوري غير الدوري الالماني الموضوع هيبقى اسهل. ليه؟ اخر دوري بيقف في التوقف الدولي هو الدوري الالماني. سمعت ان هو ما بيقفش كمان في اوقات كتير. يعني ده هي دي مشكله، يعني باروندو كان هيجي للمنتخب قبل بطوله العالم بفتره، لو في الدوري المغربي، في الدوري الاسباني كمل الدوري بيقفوا قبل البطوله، مفيش. فهي دي برضو من ضمن البوينتس. بس انت كباروندو كاسم وكسي في وكارير، ده طبعا باروندو اوسكار المساعد بتاعه على الشاشه. بالظبط بالظبط. هقول لحضرتك يعني قبل السفر للمعسكر بتاع فرنسا، اللي هو طلعوا من فرنسا على السويد، كنت بتكلم معاه، كنت في اخر تمرين ليه في المركز الاولمبي، خلاص عملنا التصريحات فاتكلمنا، هكمل انا نفسي اكمل باروندو. ده مشروعي، قال لك انا عايز اكمل، ده مشروعي اللي انا ابتديته. سالت مدير المنتخب كابتن نور ابو زيد، نفسنا يكمل، احنا كلنا تيم واحد وابتدينا مع بعض وعامل حاله كويسه التيم كله، بس القرار في الاتحاد هو اللي هيقول. هقول لحضرتك على حاجه، كان هيبقى كاتت شورت لو لا قدر الله ما وصلناش ربع النهائي. لا خلاص، كنا. لا صح كده، التغيير الزامي هنا. صح كده. فهي كده هو عنده يعني كريدت يكمل. اللي هيحصل بعد كده يوم الثلاثاء الاسبوع اللي جاي ده، بس هو ده اللي هيدي بقى القرار النهائي. هل يا ترى فعلا هيكمل؟ سوري يعني انا قصدي ايه، عارف حضرتك وحضرتك طبعا ادرى مني بالموضوع ده، لو حضرتك مدير فني وانت قاعد على ترابيزه المفاوضات بتبقى على حسب قاعد كده ولا قاعد كده. صح كده؟ صح طبعا. طبعا. لا ده ساعات ما بقعدش. انا مدير فني، الدنيا ماشيه تمام، ساعات بالتليفون يا باشا. بالظبط، فهو ده اللي هيكرر وهو قاعد. احنا اتكلمنا عن المنتخب جامد وخلاص، يعني احنا فاضل لنا على الحلقه ثلث ساعه، انا عايز اروح بقى للنادي الاهلي. تمام. هنمسك لعبه في النادي الاهلي وهنتكلم عنها ورؤيتك وصفقاتها وحظوظنا السنه دي. نمسك مثلا نبتدي يعني بكرة اليد، بس قبل ما ابتدي بكرة اليد خلينا نطلع لفاصل استاذنك ونرجع لبعض تاني. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع بقى نكمل مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ شادي نبيل كل تفاصيل جوه النادي الاهلي في اللعبة الاخرى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن حالا اسبانيا كسبت النرويج بعد 2 اكسترا تايم في اخر ثانيه تقتنص الفوز، يبقى كده اسبانيا المتاهل او الوافد الجديد بقى لدور الثمانيه، صح؟ لدور نصف النهائي كده الدنمارك. كده الدنمارك اسبانيا يضربوا في بعض بقى، يضربوا في بعض، بس انت اللي مخليها تكسب. الدنمارك هتوصل فاينل، المنظر اللي احنا شفناه ده هتوصل فاينل. كرواتيا معرفش، انا كنت عايز بس اقول حاجه معلش اخيرا، انا بس برضه من ضمن الحاجات اللي لازم تركيزك يبقى مهم جدا في ماتش السويد، الجمهور والتحكيم. التحكيم في الهاندبول عليه عامل كبير جدا، وفي بعض الاوقات عشان نكون صراحه كان جاي علينا جامد بصراحه، شويه كان جاي شويه علينا في الماتش ده. احنا لو نفتكر في 2001 واحنا بنلعب فرنسا في السيمي فاينل، ايه ده يعني. فالتحكيم، لا التحكيم في الهاندبول، فدي كانت من ضمن النقط اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. لعبه عنيفه فبيبقى في تقدير يعني بالظبط، التقديريه دي زي كره السله، يعني كره السله التقديريه. وبعدين مع ان يعني في كره السله في مصر انت بتحكم لنفس اللاعب 90 ماتش لا ومفيش مسطره واحده. خلينا بقى نتكلم عن موضوع تحكيم الباسكت ده، نخش فيه مره ثانيه. خلينا نروح لكره اليد في النادي الاهلي، شايف ازاي خاصه طبعا بعد التعاقد الجديد مع جهاز فني اسباني واداله ستابيليتي عقد ممتد كذا سنه، شايف الفريق ماشي ازاي؟ خاصة ان احنا في السنوات الأخيرة كنا بنخسر من طبعا المنافس التقليدي نادي الزمالك في آخر دقيقة أو دقيقتين. نفسية بحتة. نفسيا بحتة. شايف ان هو الخسارة دي بتبقى نفسية. بالظبط. طب حلها ايه؟ حلها اللي بيحصل دلوقتي. اللي هو؟ جهاز فني جديد، جهاز فني من أفضل سي في محترم، من أفضل مدربين في أوروبا. نفس اللي حصل مع منتخب مصر، هو ده كان الاساس، البيز اللي اتحط للجيل ده كان مع ديفيد ديفيس. فبالتالي هو راجل عارف ما بين كره اليد المصريه وكره اليد الافريقيه، عارفها حافظها. دي نقطه. لعيبه كتير من اللي في الاهلي اتعاملوا معاه وهم في المنتخب، فدي برضو سابق خبره معاه. بالظبط. النقطه الاهم الكوتشنج في الالعاب الجماعيه بعيدا عن كره القدم بيبقى عليه عامل، انا بتكلم بعيدا عن كره القدم عشان اسرع، عشان اللعبه سريعه. بالزبط. كره القدم ممكن هجمه تاخد لها دقيقتين ثلاثه، انما الباسكت واليد والطايره انت بتتكلم في مايكرو سكند.
فاللي بيحفظ مهم. اللي بيحفظ وقفه اللعيبه جهاز فني. الالعاب انت شايف بامانه بعين متابع في فرق في الاداء الفني النهارده في النادي الاهلي كره يد، خاصه ان احنا اول ماتش زمالك معاهم كان خسرنا برضو للاسف. شايف في تحول في الاداء، تحول في التكتيك، تحول في الفكر، مش مهم المكسب دلوقتي، شايف في تحول؟ في تحول، بس لازم يبقى في تدعيمات قويه. التدعيمات الراجل هو اللي يختارها. و زي ما بقول لحضرتك انا عايز اقف، تدعيمات الراجل يختارها، تمام، دي 100% هتحصل. محترف، بس انا بتكلم على المحترف. محترف منلي، لانه انت عندك لعيبتك الكويسه اصلا بره مصر كلها. لا انا بتكلم على سيف كل مره. لا طبعا بتكلم على المحترف. والنقطه المهمه الثانيه طبعا ده جزء متعلق باداره النشاط الرياضي وكابتن خالد العوضي بنحب يعني بس بنعزيه في وفاه والده الله يرحمه ربنا يرحمه. ان الفرصه اللي هتجي لك مع لعيب تالنت اخطفه. اخطفه ليه؟ لان الهاندبول اللي انت تلاقي لعيب تالنت انت لو انت شايف دلوقتي اللي هو ممكن ما يكونش مفيد هيجي له وقت. طب بقول لك ايه؟ انا اقول لك على حاجه، لعبة كرة اليد دي منشأها أوروبا. أنا كهيثم يعني خدني على قد عقلي. لا اتفضل. أنا لا أقتنع بأي لعيب كرة يد خارج أوروبا. لو أنت عايز تجيب محترف. طبعا. لازم تروح تجيب راجل، طبعًا. ما تروحش تجيب برازيلي ولا طبعًا. أنا آسف. برازيل أرجنتيني حلو جدا، كوبي زي الفل، لعيبة على راسنا من فوق. ولكن لو ما جبتش لعيب ستار من أوروبا عشان يجي يلعب معاك، أنا أتصور إنه هو هيبقى إهدار للوقت. خاصة إن أنت ما عندكش رفاهية الوقت دلوقتي. طيب. ولا إيه رأيك في إيه رأيك في أنا بقوله ده؟ هو الكلام صح. طبعًا. بس هتجيب لعيب ستار صعب لحاجتين. مش هيخرج بره أوروبا. دي نقطة والبادجت. البادجت. البادجت أنت برضه في الأول في الآخر خلينا يعني نتفق أو نختلف. مش لازم تجيب لعيب جامد. بس ستار. ممكن تجيب لعيب يقدم لك الغرض منه. أو ما إحنا بنجيب محترف ليه؟ مش عشان يبقى عندنا محترف. عشان يبقى قماشه مختلفه على اللي عندك ويقوي الفرقه بالظبط. وفنيا لا مش هو ال 100% فنيا، الموضوع مش فنيا، الموضوع قائد، بمعنى اللي انت تعرف تلم وتبقى انت الليدنج. باختصار اللي حصل من ولتر هوج في ماتش الاتحاد، انا اختصرها كده، انت عايز حاجه كل محترف يشدك، هو اللي يشدك. ما انا جايبك ليه؟ انا جايبك عشان تشدني. بادجت كبير عشان تشدني بالظبط في الماتشات الكبيره. انت الخبير بالظبط، انت الخبير بتاعنا يعني. انت بره في جهاز فني، انت جوه. بس وكده اليد بتهيألي الموسم ده خلاص باب الكده اتقفل. لا ما هو النقطه بس خلاص يعني وانت مشيت نانس خلاص. فبكمل كده بالقائمه اللي موجوده. عندي ثقه في الجهاز الفني وفي اللاعبين. بس في اختلاف في الاداء، في اختلاف في الاداء وفي مع الوقت. مع الوقت لان هي خبرات تراكميه من تفكير من فكر الجهاز الفني. مطمن ان شاء الله لو مش السنه دي هيبقى من السنه الجايه، وان شاء الله هيبقى في اللي حصل في السوبر جلوب هيطمنك. هيطمنك ماشي في الاتجاه، بس هيطمنك. كان في سوبر جلوب ما كانش ديفيد ديفت. بس اللعيبه طب ما انا كسبت بنفيكا. ما بالك بقى انا جبت بقى جهاز فني جاي بالظبط. فدي احنا اتكلمنا كده عن الرجال، خلينا نروح على رجال كره الطائره. حصل تدعيمات اول موسم، جبنا 3 لعيبه، جبنا ليبرو وضارب، وجبنا ايضا ضارب كمان عزب، 3 صفقات مع الناشئين. شايف الفرقه السنه دي ايه المختلف او ايه الجديد عن السنه اللي فاتت؟ الجديد عن السنه اللي فاتت اللي حصل السنه اللي فاتت ان انت كنت مطمن ونادي الزمالك عرف يجيب صفقتين انت ما لحقتش. صفقتين تقال جدا، وخاصه هرنانديز الدور فرنانديز جوفاني جامد. بس هو السنه دي مش هيكون معاهم، مش هيكون معاهم الاثنين. هرنانديز مش موجود وجوفاني ما كانش موجود. جوفاني هرنانديز وكان تاني ليو او جو اللي هو البرازيلي تقريبا. البرازيلي فجوفاني هرنانديز والبرازيلي مش موجودين، ونادي الزمالك لسه ما. بس انا بتكلم عن النادي الاهلي، انت التدعيمات صح. اندر اللي هو الليبرو لعيب كواليتي ما كانتش موجوده عندك، خاصه في الاستقبال، لان انت في بعض الاوقات هو الاستقبال هو الاساس. يعني في وجود 2 اجانب في نادي الزمالك كان الموضوع محتاج استقبال عالي، فجالس الليبرو لغايه دلوقتي ماشي كويس. انت شايفه ماشي كويس؟ انا شايف اللي هو لا اضافه جدا. الضارب لسه
لويجي الايطالي. اي ماتشات وماتشات يعني ماتش الزمالك الثاني اللي خلص 3-1 ما كانش زي مستواه في الماتش الاول. الماتش الاولاني كان هو نجم الماتش. كان عالي جدا طبعا. كان بالظبط النقطه اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها. اجنبي باين انه محترف. بالظبط بالظبط. الماتش الثاني كان اقل شويه. يعني عبد الله وصلاح مش هيسمحوا باللي حصل الموسم اللي فات. هم مركزين جدا 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 وباين على نسبه الارسالات المهدره من صلاح. نسبه بتقل 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 جامد. عبد الله نفس الكلام. عبد الله ارسالاته مميز بيها طبعا جدا. الكويس برضو روتيشن بيتعمل من كابتن ميدو بصلحي. يعني شفنا. طب قول لي انا عايز اسالك في حاجه برضو يعني برؤيه الخارج النادي طبعا يعني دي برضو حاجه تهمني حتى لو فيها نقد ما فيش اي مشكله احنا وكاله الاهلي بالعكس. محسن المركز 3 واحنا عندنا في مركز 3 في وفره ما شاء الله عندنا عبو عندنا محسن وعندنا دولة. سعودي بس محسن اقل لعيب بياخد وقت بالرغم ان محسن عنده خبرات كبيره جدا طب ده ترجعه لايه؟ هي نفس النقطه اللي احنا اي مدير فني بيحدد المراكز بتاعته من 1 2 3 4 واولويات اللعيبه اولويات لرؤيته بالظبط الاختلافات بتحصل ان انا كمدير فني انا كده كده عندي ثقه في كل القايمه لان انا اللي مختارها بس دايما ما في مديرين فنيين متحفظين وفي مديرين فنيين بيبقى عندهم الشجاعه الجرأة قصدك والتدريب او الرياضه لازم يبقى عندك الريسك طبعا ما هي دي الرياضه عشان كده وخاصه بقى اللي بيزعل اللي انت لما تاخد الريسك وتنزل اللعيب ويثبت كفاءه زي اللي حصل مع محسن مثلا يعني مع محسن رمضان في بطوله العالم ما كانش حد يتوقع كده فتعب محمد محسن بقى بتاع الفولي محتاج فرص اكتر من كده لكن ممكن يكون وجهه نظر الفنيه الكابتن ميدو مصلحي مثلا توقيتات البلوك مختلفه توقيت الشوت مختلف هو ادرى بالظبط بس ده ما يقللش من محسن لا طبعا خالص يعني صفقه قويه جدا. صفقه قويه جدا النقطة بس انا اتوقع انه هيبقى له دور يعني هيجي هيجي يعني 100% وانا مغمض كده هيكسبنا هقول لحضرتك على حاجه عبو متواجد في النادي الاهلي من ان شاء الله متواجد من مواسم عديده عبو في بطوله افريقيا 2017 هو اللي جايبها بعد ممكن صحيح كان هو لا في لعبتين سرعة لعبهم انا فاكرهم كويس قوي اترفعوا له يعني سريع انا فاكر فبالتالي كانت فين كانت في تونس كانت في تونس ايوه 2017 دي احنا غطينا انا غطيت البطوله دي 2017 انا فاكر كويس اوقات الاهلي كنت فاكر انا لان انا فاكر اول صوره بالكاس كانت في المطار معايا ايوه الله ينور عليك ومحسن انا عايز اقول لك كان ساعتها لا منعم كمان منعم بالظبط منعم كان موجود الموسم ده كان الاهلي بطوله افريقيا وكان خسران دوري وكاس من طلائع الجيش ووجود صلاح وعبد الله كانوا في طلائع الجيش لا صح كانوا طلائع الجيش صح كانوا طلائع الجيش بس في عبد الله جه الاول قبل صلاح ولا عبد الله جه سنه وصلاح عبد الله جه سنه صح. انا فاكر جه سنه عبد الله وبعد كده صلاح جم والحمد لله موجودين معانا حتى بالظبط طب انت شايف الطياره الحمد لله شكل مختلف الجد هو خلينا نتكلم في الطياره واهلي زمالك زي بتوجيت الاتحاد يعني الاتحاد تحديدا للاتحاد الموسم الماضي كان في الدوري كان لا جوه الاربعه وكان لاعب فاينل كاس مع نادي الزمالك لان النادي الاهلي خسر في قبل النهائي فبالتالي لا نادي الاتحاد طب سموحه سموحه برضه من الفرق القويه كويس طلع الجيش من الفرق القويه هقول لحضرتك على حاجه البدايه هتبقى في شهر 2 السوبر اللي بوجود اربع فرق اهلي زمالك اتحاد طلع الجيش هيلعبوا أربعة يعني كل فريق هيلعب ثلاث ماتشات وبعد كده زي نظام السيدات اللي الاهلي كسب فيه وادي سوري الصيد في النهائي فالاول هيلاعب الرابع قبل النهائي والثاني لاعب الثالث ومفيش ماتش ثالث ورابع ويلعبوا فاينل السوبر دي البدايه دي هيبان بقى انت هيبان بقى انت لان هنا انت بقى دخلت في جو بطوله وبتلعب بالفوتبول بتاعك دي اول بطوله يعني دي بطوله حقيقيه فالبوصله بتاعت الموسم رايحه فين هتبان في البطوله قبل بقى ما الوقت بيجري بينا لان ما شاء الله باسكت بقى نخش باسكت الباسكت دلوقتي احنا لعبنا ثلاث بطولات حتى الان بطوله عربيه خسرناها بشرف ويعني كان نهائي فرق نقطه نهائي عجيب يعني ونهائي عجيب واحنا كنا الافضل والاحسن ولكن كسبنا مرتبط او كسبنا مرتبط والسوبر على السوبر واحداثه اللي حصل فيه شايف فريق السله ايه النهارده شايف اجوستي سياسته ايه شايف مستر اجوستي عايز يروح بالفرقه فين وحظوظنا مع نادي الاتحاد المنافس التقليدي دايما في الثلاث اربع سنين الاهلي والاتحاد طيب خلينا بس نتفق نادي الاتحاد في الموسم الحالي مختلف عن الموسم الماضي افضل على الصعيد الفني طبعا افضل بكتير فرقه تقيله
سكوات محترم، محترف كويس، محترف كويس، مدير فني كويس طبعا، تدعيم بأنس أسامة ويوسف شحاتة بالظبط، بوجود بقى باقي الأسماء دولة وفودة ووجود يوسف شوشة وباقي الأسماء، وعندهم ميزة إن اللعيبة الطوال عندهم بترمي ثلاثيات يعني ما عدا أنس، يعني عندهم بيبو كويس وعندهم هيثم وعندهم رامي بالظبط، هو الاتحاد سلاحه الأساسي هو تيتا بوندي، واحنا بنعيد الثلاثيات هذا توقف تيتا بوندي في الاتحاد بيخسروا من قديم الأزل، من قبل أنا ما كنت ألعب، وهم تيتا بونتو بيعشقوا لان هي كانت بتطلع اهات الجماهير في صاله اسكندريه طبعا، صاله اسكندريه، فهم صالت اسكندريه بيحبوا تيتا بونتو حتى الان. اوكوستي عنده برضو ميزه كويسه جدا، ايه بقى؟ الاجيال دخلت في بعض ما بين بقى محمد مؤمن وعمر طارق على عمرو زهران على مؤمن على كريم، محمد كريم حاتم، وعمرو زهران ومؤمن ومحمد خير، بقى في توليفه حلوه، توليفه حلوه جدا. طب وولتر حتى الان، وولتر رجع من البطوله العربيه في ماتش الاتحاد اللي يعني ده مش ولتر، ما كانش لا مش ولتر، مش ولتر. طب ترجع ده لايه؟ اللي التركيز و مش عايز مش استسهال، ولا هل عشان الفرقه فيها هديفه كتير؟ يعني خلي بالك برضو وولتر هوج 180 درجه عكس تومسون اللي كان موجود السنه اللي فاتت، انت ده في اتجاه بيشغل فرقه مش بس على الباسكت، وده واحد بيحب الكوره، فهل النهارده ان هو يوفق وضعه مش لسه ما خدش اريحيه في اللعب، ولا شايفه؟ هقول لحضرتك على حاجه، لو هنقارن ماتش الاتحاد بباقي الماتشات وعلى سبيل المثال ماتش الاتحاد في نهائي المرتبط الماتش الثاني اللي حسم البطوله، عمر الجندي والبوب كانوا في قمه مستواهم، شايلين الماتش، شايلين الماتش، فهو راكن. نيجي اخر ماتش هما دي اوف للاثنين بطريقه، سبعة بونت امين وعمرو جندي بين 4-5 بونت، دي اوف بطريقه قاتله، قاتله 36 بونت، 36 بونت ولد. طب ما هو ده برضه يرجع لك كلامي بالظبط، انا هل ممكن يكون مستر اجوستي بيقول له لا انا مش عايز منك سكور شغل، لما بيقفوا العب انت، هل ده يوصل لنا كجمهور ان هو مش في مستواه، ولا ده الطبيعي؟ طب خلينا برضه اقول لحضرتك على حاجه، احنا كجمهور تحليلنا مختلف بالعين، صح، تحليل الاجهزه الفنيه في الثلاث العاب اللي احنا تطرقنا ليهم ارقام، صح كده؟ صح. وولتر الطبيعي ما ينزلش عن 20 بوينت في الجيم، 15 يا سيدي، تمام. هي السؤال بقى بيحصل بيحققهم ولا لا؟ في بعض الماتشات لا، وفي بعض الماتشات لكن عشان نقول ان سير اوجوستي بيقول له اهدى، لا دي مش يعني دي انا مش حاسس مستبعدة، لكن هو برضو انا برضو عايز اقول ان هو جزء التركيز عنده لا كان قليل، ماتش الاتحاد هو نازل بالظبط، هو نازل ومش مركز، لان احنا برضو في اعرف حضرتك في مناوشات كده انا وانا بلعب سلائيات في الملعب بالظبط، يعني وانا بلعب تنس طاوله ببقى عارف اللاعب اللي قدامي اعرف اعصبه ازاي، فلو راح معايا في السكه دي خلاص انا كسبت، هي نفس الفكره ان هو بس ما راحش بقى المره دي، ده هو اللي سحب الجيم وسحب الاتحاد بالظبط. وبعدين احنا النقطه برضو هو بقى اللي انا يعني عايزين نسال سير جوستي، الكوارتر الثالث ده سره فين؟ هو ده الكوارتر اللي بيقلب اي ماتش للنادي الاهلي في الماتشات الكبيره. انا هقول لك هو ليه، انا وجهه نظري يعني هو بيلعب بال 12 لعيب ولا 11 لعيب اللي في السكور شيت بيلعبهم بيهم الاول والثاني، وبيختار الافضل لاعب في الثالث، فالكل بيبقى بالباور بتاعه. أنا دي وجهه نظري، دي ممكن طبعا يعني دي نقطة يعني فعلا فاليد. النقطة الثانية ان بدنيا النادي الاهلي بيكمل الفرق يعني الاربعة اللي جوه الملعب اللي جوه الملعب واقفين على رجليه، صحيح، فبالتالي تقدر تفنش الماتش حلو، صحيح. الموسم ده خلاص احنا خسرنا، النادي الاهلي خسر البطولة العربية ويعتبر سوبر، فكده الخماسيه بتاعت السنه اللي فاتت ابتدت تقل، فانت ما فيش قدامك غير دوري السوبر والكاس، يعني البطوله العربيه انت لعبتها بره فكان في منافس قوي، ايضا السوبر الاتحاد السكندري باعترافك وباعتراف كل الناس السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت، بس الحقيقه انا يعني محتاجين حلقتين نتكلم مع بعض، ما شاء الله عليك يعني معانا في, في 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 كل حاجه وكل تفصيله انت عارفها. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي نبيل الناقد الرياضي، نورتيني وشرفتني النهارده واسعدتني الحقيقه بتحليلاتك كل انا متشكر جدا لحضرتك، واتمنى تكون الحلقه عجبت المشاهدين واكون على مستوى الحديث مع حضرتك. اكيد ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهارده، وزي ما قلنا لحضراتكم احنا طبعا يهمنا راي النقاد الرياضيين لان دي حاجه مهمه تخلينا حتى
ونشوف احنا في النادي الاهلي ماشيين ازاي والنادي الاهلي في عينين النقاد ازاي. اشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وهي حلقه جديده مع الابطال.